بكم في الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة مونديليز انترناشونال الرائدة عالميا في مجال صناعة الشوكولاتة والبسكويت عن خططها للمرحلة الأولى لاستثمار 90 مليون دولار بهدف بناء مصنع لإنتاج البسكويت في مملكة البحرين، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منتجات الشركة المحببة عند مستهلكيها مثل بسكويت أوريو وريتز. ومن المنتظر أن يدخل المصنع الجديد مرحلة الإنتاج الفعلي في وقت مبكر من عام 2016، حيث سيكون أحدث مصانع مونديليز انترناشونال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تشهد زيادة مضطردة في مستويات الطلب على منتجاتها من البسكويت. إن هذا المشروع أولاً هي المرحلة الأولى، والمراحل اللاحقة سوف تكون إن شاء الله حتى أكبر من ذلك. وهو إذا برهن شيء فهو يبرهن أن الحوافز اللي تعطيها حكومة البحرين للصناعة والاقتصاد ككل هي يعني لا يضاهيها أخرى، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الخواص الأخرى التي تتميز بها مملكة البحرين. وكما ذكرنا سابقا، اليوم في المدينة الصناعية، في مدينة سلمان الصناعية، القسم اللي يتعلق ب منطقة الاستثمار تعدى المليارين دولار. نعتقد أنه يمكن لما تكبر المنطقة ككل، منطقة الاستثمار يمكن يكون 3 مليار دولار. إذا أخذنا منطقة الحد، مدينة سلمان الصناعية ككل، يمكن الاستثمار فيها يصل إلى 10 مليارات. نشنت تمكين برنامجها المحدث دعم المؤسسات، وذلك من أجل مواكبة المرتكزات الأساسية التي عملت عليها التمكين المتمثلة في تعزيز الجودة وتحقيق النتائج. وتميز البرنامج المحدث بنشر مفاهيم الإدارة الحديثة بين أصحاب المؤسسات وتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف تمكين التنموية. وقد قال رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إنه يمكن لأي مؤسسة في مملكة البحرين من القطاع الخاص أن تتقدم للحصول على الدعم، سواء كان التسجيل قائما من وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة رسمية تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية أو المهنية.